السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا طلاب الاسكولة، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قصة كفاح شعب مصر بعنوان مصر خالدة على الزمن. الفصل الثالث بيتكلم على هجوم الصليبيين على أرض العرب. الصليبيين مجموعة من الغزاة جاءوا من أوروبا بهدف استعمار أراضي الدول العربية لمدة قرنين من الزمان، بيهجموا على أرض العرب، بيحتلوها الفترات، العرب بيقدروا يحرروا أرضهم، بيهجموا عليها تاني، بيحتلوها لغاية ما بتسوي ليهم نفسهم وبيعتقدوا إن هم قادرين على إن هم يحتلوا أرض مصر، لكن بيصطدموا بإرادة المصريين وتوحدهم تحت قيادة قائد كبير وهو صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي بيوحد شعب مصر وبيواجه الصليبيين في المعركة المشهورة، معركة حطين، اللي قدر فيها يحرر بيت المقدس القدس يعني سنة 583 هجري. طبعا صلاح الدين الأيوبي كان بيعامل الصليبيين معاملة حسنة رغم إساءتهم إلى العرب. إزاي الكلام ده؟ بيقول لك كان بيدفع الجزية عن من لا يستطيع دفعها مثل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى. ده كمان كان بيعملهم معاملة حسنة، وبيظهر الكلام ده جدا في إن جت له امرأة مسيحية بعد معركة حطين بسبب نبخة المعركة والدمار اللي كان حاصل في الوقت دوت، ابنها تاه منها، فجاءت إلى صلاح الدين بتستغيث وبتبكي إن ابنها أثناء المعركة فقدته، فبيأمر رجاله جنوده إن هم يبحثوا عن الطفل وبيستطيعوا إيجاده وبيقدموا إلى أمه. فالجنود بيسألوه أنت إزاي بتعمل كده رغم إن دي امرأة من الصليبيين اللي كانوا لسه بيحاربونا دلوقتي؟ فقال لهم جملة مشهورة جدا، إننا نحارب قوما طلبوا حربنا ولسنا نحارب النبلة والإنسانية. وده يدل على القيم الإسلامية المترسخة جوه صلاح الدين الأيوبي اللي بتدعو إلى السلام والحب. بعد كده الصليبيين بيحاولوا ان هم يهجموا على ارض العرب تاني عشان يثأروا من هزيمتهم في معركة حطين ومن اخراج صلاح الدين الايوبي ليهم من ارض العرب. بيقرر لويس التاسع، وده ملك فرنسا في الوقت دوت، ان يهجم على ارض مصر. بيهجم على ارض مصر بحملة كبيرة جدا، وبيستطيع ان هو يحتل دمياط وبيظل بها 6 أشهر عشان يكمل الحملة بتاعته واسلحته ومعداته. في الفترة دي كان ملك مصر يسمى الصالح نجم الدين. الصالح نجم الدين خلال الفترة دي كان مريض جدا. الملك لويس التاسع لما حب يتحرك من دمياط ويهجم على المنصورة عاصمة مصر في الوقت دوت، نجم الدين ملك مصر بيموت. كانت زوجته اسمها شجرة الدر، ودي ليها شأن عظيم جدا عند المصريين. لما رأت زوجها مات قررت ان هي تخفي نبأ وفاة الملك. ليه؟ لان لو كانت يعني نشرت الخبر دوت كان هيضعف عزيمة الجنود جدا، وممكن اللي هو يعمل انقسامات داخل الجيش. قررت ان هي تخفي نبأ وفاته، تكفنه الملك، وبيرسل الى جزيرة اسمها جزيرة الروضة، وبيدفن في القصر هناك، محدش يعرف ان الملك مات. بتقرر ان هي تقوم بشؤون المملكة، بتختم الاوراق الرسمية، بتكتب فيها رأي الملك كأن الملك عايش زي ما هو، بتخطط الخطط للجيش. ألفت فرقة من الفدائيين، الفرقة دي مهمتها اللي هي تهجم على معسكرات الفرنج اللي هم الصليبيين يعني، وتحرق فيها وتقتل الفرنج بحيث تسبب ليهم فزع كبير جدا، لغاية ما بتحصل معركة فاصلة ما بين جيش لويس التاسع وجيش المصريين في المنصورة. المعركة باختصار ان جيش لويس التاسع بيهجم على مدينة المنصورة، فبيقوم اهالي المنصورة بصد العدوان دوت بنفسهم وبعدد قليل جدا من جيش مصر، وبيستخدم اهالي المنصورة كل ما يمكن استخدامه كسلاح في تلك المعركة، وبيقضوا على رجال لويس التاسع بالكلية، ولويس التاسع بيهرب وبيتم القبض عليه بعد ذلك، وبيسجن في مكان يسمى دار ابن لقمان.
وبيعاقب ان هو بيدفع جزية كبيرة جدا مقابل الدمار اللي عمله في مصر نتيجة حملته، وبيطرد الى مصر من مصر، وبتتحرر مصر من قيود الصليبيين، ولم يستطيعوا العودة مرة اخرى بسبب قوة وارادة المصريين وتوحدهم. مع ملخص للفصل الثالث كده بنقول فيه: جاء الصليبيون يا مستر من أوروبا، بالتحديد من دول فرنسا وانجلترا والنمسا، عشان يوجهوا حملاتهم يا مستر بالتحديد على الشام أرض العرب في العراق وسوريا، وأسيا الصغرى باقي أرض العرب. طبعا الشعب بيقف أمامهم في عزم وإصرار وقوة الكلام ده عشان يصد هجماتهم. يا مستر الشعب كان بقيادة مين؟ صلاح الدين الأيوبي. طب ايه صفات صلاح الدين الأيوبي؟ زي ما نشوف دلوقتي ان هو كان شهما ونبيلا في معاملة أسراهم من قبضنا عليهم في المعركة، واستطاع ان هو يفتح بيت المقدس فلسطين 583 هجرية. حفظ التاريخ مهم جدا. بيهزم صلاح الدين الأيوبي الصليبيين هزيمة منكرة كبيرة جدا وشديدة جدا عليهم في موقعة حطين. يا مصر بيهزمهم، فنتيجة كده بيقوم ملك فرنسا بعدها بفترة طويلة جدا ان هو عاوز يسأر لهزيمة اجداده على يد صلاح الدين، فبيجهز حملة صليبية كبيرة وبيأتي الى بلاد المشرق عشان يغزوها. بيتوجه الى فين؟ بتأتي تلك الحملة الصليبية بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع، وتستطيع ان هي تستولي على دمياط، وبيستعد المصريون وبيجمعوا شملهم عشان يقدروا يواجهوا تلك الحملة الصليبية الكبيرة. في الوقت دوت بيموت الملك الصالح نجم الدين ملك مصر في ذلك الوقت، فتخفي زوجته شجرة الدر الذكية جدا خبر وفاة زوجها. ليه؟ وسؤال مهم جدا يا مصر، حتى لا يكون له أثر سيء على الجنود في ذلك الوقت، عشان الجنود لما يعرفوا الملك بتاعهم مات ممكن يضعفوا أو يتشتتوا ويختلفوا ويحسوا بالضعف. وبتقوم هي بتصريف أمور الملك وتدبير أمر الحرب، التخطيط ليه ومواجهة الأعداء. وبدأت المعركة الكبرى اللي بيتعاون فيها الجيش المصري مع المقاومة ليا مصر، الشعب اللي بيقاوم الصليبيين، وبتهزم مصر الصليبيين مرة أخرى. طب لو أنا سألتك مرة أخرى، يعني مصر قدرت تهزم الصليبيين إمتى في المرة الأولى؟ أيوة، في معركة حطين تحت قيادة صلاح الدين الأيوبي 583 هجرية. وبيفر ملك فرنسا وجيش لويس التاسع إلى الشمال إلى دمياط، ولكن جيش مصر يطاردهم وبيستطيع القبض على ملك لويس وحاشيته، وسجن بدار ابن لقمان بالمنصورة. تعال على كده أسئلة على الجزء الأول من الفصل الثالث: من أين جاءت الحملات الصليبية؟ أيوة، من أوروبا، بالتحديد من دول إيه مصر؟ إنجلترا، فرنسا، النمسا. على من وجه الصليبيون حملاتهم قرابة قرنين من الزمان، وجهوا حملاتهم على الشام وأسيا الصغرى المقصود بها أرض العرب. ما الذي أفسد خطط الصليبيين؟ واحد، شجاعة جنود مصر وإيمانها بأبنائها، عزيمة رجالها وإصرارها في مقاومة المعتدين وصد العدوان، ثلاثة، وقوف الشعب صفا واحدا، التوحد يؤدي إلى هزيمة أي معتدي على بلادنا. على من انتصر صلاح الدين ومتى وأين؟ بينتصر على الصليبيين 583 هجرية في معركة حطين، وبيحرر بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي بينتصر على الصليبيين سنة 583 هجرية مش ميلادية في معركة حطين، وبيحرر بيت المقدس منهم. إيه أهم صفات صلاح الدين وكيف كان يعامل الأسرى؟ كان صاحب تقاليد عظيمة، أخلاقه كانت عالية جداً، وكان شهما ونبيلا بيعاملهم معاملة حسنة. النبل والشهامة هي حسن المعاملة، كان بيعامل الأسرى معاملة حسنة. شوف بقى دوت يا مصر مثال على حسن معاملته الأسرى. يا مصر العفو عند المقدرة، كان بيدفع الغرامة الحربية اللي هي الجزية
عن فقرائهم وبيعفو منها النساء والأطفال. أنت محارب، طالما بتحاربني يبقى لو هزمتك بتدفع جزية. كان يا مستر بيعفو الكبار السن والنساء والأطفال من الجزية والفقراء الذين لا يستطيعون دفع تلك الغرامات الحربية. سين ستة، اذكر مثالا يدل على شهامة ونبل صلاح الدين في معاملته للصليبيين. عندما جاءته امرأة مسيحية بتبكي لأن ابنها فقدته تاه منها في الحرب، فرقى قلبه، عطف عليها وفاضت دموعها وأمر بالبحث عن الطفل ابنها. ولما عثر على الطفل جنود يعني صلاح الدين سلمه لأمه. فلما سئل في ذلك يعني فقال لهم: إننا نحارب قوما طلبوا حربنا، ناس كانت عاوزة تحاربنا ولسنا نحارب النبلة والإنسانية. انتصار صلاح الدين على الصليبيين في حطين كان له رد فعل ممكن توضحه لنا يا مستر؟ انهم ارادوا ان يثاروا من هزيمتهم، فجهز لويس التاسع ملك فرنسا حمله كبيره وبيهجم بيها على مصر. سين 8، ما المده التي استولى عليها لويس التاسع والمده التي مكث بها؟ المدينه يا مستر هي مدينه دمياط، ومكث فيها 6 اشهر. ليه؟ ليستكمل تجهيز جيشه عشان يجي بقية جيشه من فرنسا، لأنهم كانوا جايين من طريق البحر، ويديله بقية الأسلحة اللي يستطيع بيها هزيمة المصريين. ما أثر وفاة الملك الصالح على زوجته شجرة الدر، الملك الصالح هو نجم الدين ملك مصر في الوقت دوت، عظم الخطب اللي هي المصيبة يعني والبلاء على شجرة الدر، وأخذت تسأل نفسها: ماذا أفعل أمام هذا الجيش الزاحف اللي هو جيش الصليبيين، وماذا أعمل في ساعة الضيق والمحنة؟ ما المقصود بالجيش الزاحف وبساعة الضيق والمحنة في ذلك الوقت؟ قلنا طبعا هو جيش الصليبي بقيادة لويس التاسع. ما المقصود بساعة الضيق وموت ساعة الضيق يا مستر؟ طبعا هو ملك الموت موت الملك الصالح ملك مصر في ذلك الوقت، وهجوم الجيش الصليبي على مصر. لماذا أخفت شجرة الدر خبر وفاة زوجها؟ يا مستر حتى لا تضعف من عزيمة الجنود ولا تثير التفكك والضعف داخل جيش المصري في صفوفهم، مما يؤدي إلى هزيمة محققة، خاصة وإن الصليبيين استطاعوا فعلا إن هم يستولوا على دمياط. ما الذي قررت شجرة الدر بعد وفاة زوجها؟ واحد، أن تكتم نبأ وفاة الملك عن الناس، وتتبر هي أمر الحرب، وتصدر الأوامر باسم زوجها إلى قيادة الجيش. خد بالك بقى من الحتة ديت، حتى يعود ابنها توران شاه وارث العرش من غيابه، عشان أول ما ابنه يجي توران شاه ساعتها تعلنه ملك على البلاد، وأعلنت أن الملك مريض لا يستطيع أن يستقبل أحد ولا يقابل أحد عشان تخفي نبأ وفاة الملك. ما الدور التاريخي الذي قامت به شجرة الدر في معركة المنصورة ما بين المصريين والصليبيين؟ إن هي مصر أول حاجة أخفت نبأ زوجها وفاة زوجها الملك الصالح ملك البلاد، نهضت بتصريف شؤون الملك اللي هي بقى تشوف المملكة وتصرف شؤونها كأن الملك عايش بالظبط، إن هي بدأت تراقب حالة الجيش بنفسها وترسم له الخطط لمواجهة الأعداء. صيت بطولة المصريين في معركة المنصورة، هنقول يا مستر إن اشترك فيها الجيش والشعب، شعب المنصورة، وخرج أبناء المنصورة جميعهم رجالا وصغارا بيحاربوا ملك فرنسا وجنوده في الشوارع والطرقات، بعد لما حصنوا مدينتهم بإقامة الحواجز والمتاريس عشان يسد بالشوارع، فجيش ملك لويس ما يعرفش يمشي في الشوارع براحته، واستخدموا كل ما يمكن ان يكون سلاحا. تعال بقى على الاسلحه البيضاء، السيوف، السكاكين، اواني الطعام، الادوات الخشبيه، كل دوت عشان يواجهوا بيه جيش لويس، واستطاعوا القضاء على جنود لويس. طبعا مات كبير، عدد كبير جدا من اهل المنصوره، لكنها تضحيه واجبه من اجل بلادنا. ما مصير الملك لويس التاسع؟ قبض عليه ووضع بدار ابن لقمان بالمنصوره، وتم الافراج عنه بعد لما دفع فدية كبيرة ليا مستر تعويضا على ما أحدثه جيشه من تخريب وتدمير في البلاد. لأنه يا مستر لما كان بيتحرك في مصر كانت بتحدث معارك، وبالتالي كان في مدن بتتدمر، فعقابا ليه دفع فدية كبيرة جدا جراء ذلك التخريب.
هزم الصليبيين مرتين، امتى يا مستر؟ هتقول الاولى هزيمة حطين بقيادة صلاح الدين الايوبي، ها سنة كام؟ 583 هجرية. يا مستر هزم في المنصورة، هزيمة المنصورة بقيادة شجرة الدر. تابعنا الأسئلة الخاصة بالجزء الأول من الفصل الثالث. نحب نقول لكم إن دوت كان الجزء الأول من الفصل الثالث. الفصل الثالث مكون من جزئين، الجزء الأول اللي هو الصليبيين، الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن المغول، ده هيكون في الحلقة اللي جاية. فما تنساش إن أنت تتفرج على الحلقتين مع بعض عشان تقدر تلم الفصل بالكامل. دايما تحل شيت التدريبات اللي رد بتاعه تحت الحلقه، لو في اي حاجه فايتاك تتفرج على بقيه الحلقات او الحلقات السابقه في قائمه التشغيل في السكولة. نشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.